السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنتكلم الآن عن أسباب انعدام الثقة بالنفس. أولاً، استياؤك الدائم، وتقضي وقتك أغلبه وأنت تشتكي وتستاء من الواقع دون محاولة منك لتغييره للأفضل. ثانياً، خوفك الشديد. خوفك وقلقك الكبيرين من الإخفاق ولوم الآخرين لك يضيفان على شخصيتك انعدام الثقة بشكل كامل. ثالثاً، إحساسك بالضعف هو ناتج عن شعورك بأنك غير نافع للآخرين وأن وجودك لا معنى له ولست قادراً على فعل شيء لنفسك حتى. رابعاً، تهويلك للأمور. تشعر بأن كل من حولك يراقبون أي حركة غير طبيعية تقوم بها. خامساً، إحساسك بالنقص نتيجة لتقصيرك في الدراسة مثلاً أو في عملك. تشعر بأنها نهاية العالم وبأن ما فاتك يستحيل تعويضه. سادساً، اعتقادك بسوء مظهرك الخارجي. في أغلب الأحيان يعتقد الشخص الذي لا يثق بنفسه أنه يبدو أسوأ مما هو عليه بكثير. سابعاً، عدم احترامك لذاتك حيث تقضي وقتك وأنت تفكر في ضعفك وبأنك لا تستحق النجاح في حياتك. ثامناً، شعورك بالسلبية هو شعورك بأنك غير جيد بما فيه الكفاية ولا تصلح لأي شيء وبأن الفشل مصير أي هدف تسعى لتحقيقه.